مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد، بقالنا كتير جدا ما جبناش او ما تقابلناش يوم الاثنين في المحترف الدولي. الحقيقه عندنا كلام كتير قوي النهارده، ووحشتونا في المحترف الدولي، بقالنا كتير ما اتكلمناش مع حضراتكم على الكره العالميه بسبب طبعا نادينا العظيم اللي يمكن عوضنا عن الكره العالميه خلال الاسابيع اللي فاتت. الحقيقه النادي الاهلي ما شاء الله عليه، يعني نمسك الخشب كده تاتش وود، من بطوله الى بطوله على جميع المستويات. النادي الاهلي بيستعد طبعا لمباراه مهمه جدا على طبعا المعترك الافريقي ان شاء الله يوم الجمعه امام الترجي التونسي. لكن زي ما بقول لحضراتكم، احنا بقالنا كتير ما كلمناش على الكره العالميه، لكن ان شاء الله باذن الله يعني دايما من انتصار ودايما من بطولات النادي الاهلي كان بيعوضنا، وكلنا كنا متابعين فرقتنا سواء على مستوى كره القدم او على الالعاب الاخرى، الالعاب الجماعيه. اللي الحقيقه كمان النادي الاهلي بيفرح كل الاهلاويه الموجوده في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله. الحقيقه الاهلي دايما سوبر. الحقيقه قبل طبعا ما هخش في كلامنا النهارده اللي هنتكلم فيه على الكره العالميه، نادينا العظيم النادي الاهلي بينتظر زي ما بقول لحضراتكم يوم الجمعه مباراه مهمه جدا مع الترجي. بطوله يعني الحمد لله احنا يعني مرينا بظروف صعبه جدا، وقدرنا كالعاده النادي الاهلي كالعاده قدر يتخطى هذه الظروف الصعبه. نرجع كده لدور المجموعات والموقف اللي كان معقد جدا جدا، وكان الحقيقه نسبه ان النادي الاهلي يعدي دور المجموعات في لحظه من اللحظات كانت لا تتعدى 30%. كانت الامور خارج السيطره، الامور مش في ايدينا، لكن النادي الاهلي كالعاده ولكل مجتهد نصيب، حتى يبقى دور الحظ بيلعب دايما مع المجتهد. نفتكر موقفنا او موقف النادي الاهلي طبعا مباراه صن داونز، وكان كلنا متابعين مباراه صن داونز امام الهلال كان هيتوقف عليها مصير النادي الاهلي اللي خرجت بنتيجه التعادل، ولكن كمان مباراه الهلال السوداني اللي كانت في القاهره كانت مباراه كمان عصيبه. كان النادي الاهلي مطالب بالفوز ولا غير الفوز، والحقيقه النادي الاهلي نجح في ده وبدا المشوار بشكل جديد. بدانا نحس ان المشوار بدا، وبدانا يعني نشم رائحه ان شاء الله ال 11 الكاس الافريقيه رقم 11. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم، في اقل من شهر حصدنا بطولات كتيره جدا على مستوى السوبر، سواء على مستوى السوبر لكره القدم للنادي الاهلي امام بيراميدز، والحقيقه كانت مباراه تليق بسمعه الكره المصريه. الحقيقه على المستوى الفني بيراميدز قدم مباراه ولا اروع، النادي الاهلي كمان ظهر بشخصيه البطل، ودايما لما نتكلم شخصيه البطل هنتكلم النهارده على ريال مدريد على سبيل المثال، بتبان شخصيه البطل. النادي الاهلي من يعني التاريخ الكبير ومن العراقه ومن البطولات الكتيره جدا اللي خلاص اصبح عنده شخصيه البطل. كمان ما ننساش فريق اليد امبارح قدر يكسب طبعا نادي الزمالك في مباراه كاس السوبر الافريقي بنتيجه 27-24، ويحصد اللقب ويتاهل لبطوله كاس العالم للانديه اللي هي سوبر جلوب، علشان يحقق الاهلي انتصار جديد زي ما بقول لحضراتكم في مشوار السنه دي اللي على صعيد كل الالعاب. الحقيقه الاهلي بيقدم موسم مثالي، وتقريبا حقق كل الالقاب في كل الالعاب، ويعني حاجات بسيطه جدا جدا يمكن فلتت من ايدينا شويه، ولكن يعني هتتكلم على نسبه كبيره جدا. النادي الاهلي تقدر تقول 90% من كل البطولات بيحصد هذه البطولات بشكل، سواء على مستوى كره القدم، كره اليد، السله الطايره، بنتكلم على كل الالعاب. فالحقيقه تعظيم سلام للنادي الاهلي. انا لسه متواصل معاكم، لكن هنروح لطبعا فاصل سريع جدا، هنتكلم بعد الفاصل بقى على النهارده هنتكلم على ايه، الدوريات الاوروبيه الكبيره، التشامبيونز ليج اللي طبعا نصف النهائي هيبدا بكره. حلقه مميزه جدا جدا، خليكم معانا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. قبل الفاصل كنت بتكلم على الاهلي سوبر، النادي الاهلي سوبر، وطبعا فريق الاعداد يشكر جاب لنا احدث سوبر على مستوى كره القدم والسوبر الافريقي اللي النادي الاهلي قدر يحرز هذه البطوله امام نادي الزمالك وبيتاهل لكاس العالم للانديه السوبر جلوب على مستوى كره اليد. زي ما بقول لحضراتكم ما شاء الله الحمد لله الامور ماشيه زي الفل، ان شاء الله نتمنى باذن الله كمان يوم الجمعه اللي جاي النادي الاهلي امام فريق الترجي يعمل نتيجه ان شاء الله
تأهله ولو مبدئيا نحط رجلينا بس في إن شاء الله المباراة النهائية. طيب النهاردة هيكون لنا كلام كتير الحقيقة في حلقتنا النهاردة عن الدوريات. هنعدي بشكل سريع جدا على الدوريات الخمسة الكبرى عشان نحط حضراتكم في الصورة ونعرف إيه اللي بيحصل في الدوريات، خاصة مفيش حد حسم اللقب حتى الآن باستثناء طبعا الدوري الإيطالي وفوز نابولي بعد يمكن غياب أكتر من 30 سنة للقب، وحسم طبعا البطولة والسيريا بعد فوزه على فورنتينا. كمان هنتكلم على دوري أبطال أوروبا اللي الحقيقة خلاص وصل لمرحلة ما قبل يعني الدور قبل النهائي، مرحلة مهمة جدا جدا الحقيقة. البطولة ضرب نار، ولو حكيت حضراتكم متابعين الفرق اللي وصلت للدور قبل النهائي، بنتكلم على فريق الريال مدريد أمام مانشستر يونايتد، وهيكون في ديربي آخر على مستوى إيطاليا ما بين المينا والإنتر في الدور قبل النهائي. الحقيقة كلام كتير جدا، وزي ما بقول لحضراتكم من زمان الكرة الإيطالية يمكن أنا توقعت ده، يعني مع بداية السيزون قلت السنة دي السيريا هتكون ليها دور مهم جدا وبترجع بقوة، لكن كمان على مستوى الشامبيونز ليج على مستوى البطولات الأوروبية كمان الفرق الإيطالية بترجع بقوة. النهاردة في فرقتين في نصف النهائي، بنتكلم على اي سي ميلان وانتر ميلان هيقابلوا بعض في النصف النهائي. كمان نابولي من افضل الفرق بتلعب كوره على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، وزي ما بقول لحضراتكم الكره الايطاليه بدات تعود تاني بقوه. يعني وبكره ان شاء الله هتكون طبعا في مباراه، يعني زي ما بقول لحضراتكم مباراه صعبه جدا ومحدش يتوقعها نهائي ما بين طبعا المان سيتي وريال مدريد. معظم الناس بتتكلم ريال مدريد ظروفه، خسر خلاص تقريبا يعني خسر الدوري الاسباني امام صحوه المان سيتي، والمان سيتي كمان من افضل الفرق على مستوى العالم، وجارديولا الحقيقه بيقدم حتى على مستوى البريمير ليج خلاص بقى هو دلوقتي اللي بلغه الكره كده راكب الجدول بشكل كبير، وفي حرب شرسه ما بينه وما بين الارسنال، لكن يبقى ريال مدريد ريال مدريد، وخاصه في دوري الابطال شخصية مختلفة تماما إذا كان على مستوى الدوري أو على مستوى الكاس. بتلاقي ريال مدريد وده نفتكره من النسخة اللي فاتت الحقيقة كان بيقدم كومباك ولا أروع على مستوى المان سيتي، على مستوى فرق كبيرة جدا على مستوى البي اتش جي، فمباراة صعب التكهن فيها. كتير بيقولوا المان سيتي ولكن لا تأمن غدر ريال مدريد. كمان فريق الميلان النهارده وهيلعب يعني امام الانتر كمان في موقعه زي ما بقول لحضراتكم ديربي ايطالي ساخن جدا وقوي جدا. هيكون ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن ده مع طبعا نجمنا محلل الكره العالميه والنقد الرياضي احمد مجدي، هيشرفنا ونتكلم معاه في الدوريات الاوروبيه وكمان على مستوى دوري الابطال. خلونا قبل ما نخش كمان على الصحافه العالميه زي ما تعودنا مع حضراتكم ونتكلم في بعض الاخبار السريعه. جوردي ألبا، هنبدأ بجوردي ألبا، بيقترب من الهلال السعودي، يمكن فجر برنامج على مستوى التلفزيون الأسباني الشهير في مفاجأة من العيار الثقيل بعد ما كشف أن جوردي ألبا قائد فريق برشلونة سيرحل عن صفوف العملاق الكتالوني. البرنامج قال أن يعني هو برنامج شهير جدا جدا في الرياضة الأسبانية، بيقول أن جوردي ألبا هيغادر برشلونة إلى الهلال السعودي في حال أنهى عقده مع إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا. عقد جوردي هينتهي في 30 يونيو 24، يعني مش الصيف ده، الصيف اللي جاي. تم تجديد عقده في المرة الأخيرة لمدة 5 مواسم، و تم تحديد بند فسخ العقد ب 500 مليون يورو. دايما وردد ألبا في وسائل الإعلام دايما عن برشلونة أنه نادي حياتي، بيتكلم أنه برشلونة نادي حياتي، اضطريت للرحيل ولكني صارعت للعودة مرتين مع عائلتي لأفضل نادي في العالم، وأريد أن أنهي مسيرتي مع برشلونة. في خبر تاني من بوجبا، بوجبا طبعا بيسعى لضم طبعا جرين وورد طبعا ده الى اليوفنتوس. طبعا الدولي الفرنسي بول بوجبا بيلعب فيه طبعا اليوفنتوس، بيحاول بقوه دلوقتي اقناع النجم الانجليزي الشاب مانسون جرين وورد نجم فريق طبعا المان يونايتد بالانتقال لصفوف اليوفي في الموسم الجديد.
بعد التقرير يعني في بعض التقارير قالت ان بوجبا بيحاول المساعده في انتقال جرين وود مهاجم مانشستر يونايتد الى صفوف يوفنتوس. تواصل مع اللاعب يعني بوجبا تواصل مع اللاعب ومسؤولي اليوفي ايضا تواصلوا مع اللاعب لتسريع الصفقه. جرين وود حضراتكم عارفين بيعاني يمكن بعد التجديد مع المان يونايتد من شهر يناير 2022 طبعا عندما ألقى القبض عليه واتهم لاحقا بمحاولة اغتصاب صديقته، ورغم إسقاط الاتهامات الموجهة لجرين وود لكن اللاعب ما بيشاركش، ومانشستر يونايتد يعني بيرفض عودة اللاعب إلى الملاعب مرة أخرى. يذكر كمان أن جرين وود عنده عقد زي ما قلت لحضراتكم مع المان يونايتد حتى 2025، وبيحظى باهتمام كمان كثير من الفرق على مستوى ميلان وروما من أجل الحصول على خدماته في الموسم القادم. النني نجمنا الكبير محمد النني في بعض التقارير بتقول أنه بيقرر رحيل عن أرسنال. طبعا محمد النني نجمنا الكبير بيقول أن النني قرر رحيل عن أرسنال نهاية الموسم ده. حضراتكم عارفين أن النني ومسؤول الأرسنال مؤخرا يمكن مدوا عقد النني لسنة كمان رغم الإصابة نتيجة طبعا لإصابة، لكن تقديرا للنني تم طبعا تقديم العقد حتى 2024. بالرغم عن كده غياب النني عن المباريات بالنسبة لفريق الأرسنال لنهاية الموسم الحالي طبعا بسبب الإصابة والجراحة اللي أجراها في الركبة، لكن موقع الصباح التركي كتب أن محمد النني في طريقه للرحيل عن الأرسنال في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، طبعا هيفتتح أبوابه طبعا مع الشهر القادم. أضاف الموقع أن الواجهة المقبلة لمحمد النني هي نادي بشكتاش التركي في ظل رغبة النادي الشديدة في ضم محمد النني مرة أخرى لصفوفه. حضراتكم عارفين أن النني كان خاض تجربة مع بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ده كان في موسم 2019 و2020، ده طبعا قبل ما يعود مرة تانية إلى الجانرز والأرسنال من جديد. كمان كشف الموقع عن أن هناك اتصالات مبدئية تمت ما بين إدارة نادي بشكتاش ورحب خلالها اللاعب بالعودة مرة أخرى إلى الدوري التركي. محمد النني طبعا حضراتكم عارفين انضم للأرسنال في موسم الانتقالات الشتوية في يناير 2016، قدم وكان طبعا جاي من بازل السويسري، وقبل الإصابة كان أحد الحقيقة أحد العناصر مهمة جدا اللي بيعتمد عليها الأسباني ميكيل إرتيتا المدير الفني للأرسنال بوجود محمد النني كقائد وكشخصية وكابتن لفريق الأرسنال. مهم جدا أن النني طبعا ما شاء الله عليه، لكن يمكن الإصابة للأسف جت في وقت كان صعب جدا. النني كان بيقدم مستويات رائعة، ويمكن كان أرتيتا بدأ يشاركه بشكل أساسي في مباريات كبيرة جدا في الدوري الإنجليزي، ولكن يعني خلينا نتكلم دايما اللاعب لازم يكون متواجد في الملعب. الإصابة هتعطله شوية، الأرسنال يعني اداله كمان عقد لمدة سنة، ولكن من الوارد ومن الجائز أن يكون النني في الدوري التركي الموسم القادم. طيب كمان على مستوى الصحافة العالمية تعالوا مع حضراتكم نشوف قالت إيه في المحترف. يلا نشوف الصحف العالمية قالت إيه. هنبدأ جولتنا بصحيفة ديلي ميري الإكسبريس في طبعا إنجلترا، وقالت واللي اهتمت بفوز الأرسنال على نيوكاسل بثنائية وتضييق الخناق على المان سيتي في صدارة جدول الترتيب للدوري الإنجليزي. كتبت الصحيفة نحن جاهزون للقتال وأرتيتا فخور بعد بقاء أرسنال في سباق الصدارة. صحيفة ديلي ستار الإنجليزية كمان كتبت على لسان أرتيتا قدموا أفضل ما لديكم، وأرتيتا يطالب لاعبي الأرسنال بالضغط على السيتي حتى النهاية. نروح لأسبانيا وصحيفة إيس الأسبانية اللي اهتمت باستعدادات طبعا ريال مدريد لموقعة السيتي في دوري أبطال أوروبا، وكتبت جاهزون من أجل السيتي، ريال مدريد يواجه السيتي بمعنويات عالية بعد فوزه بالكأس، وجارديولا يستعيد دي بروين من أجل المباراة. صحيفة ماركا الأسبانية أشادت بعصر رئيس ريال مدريد
بيريز، وكتبت عن عنوان النجاح عصر بيريز، هو مثل للربحية الرياضية والاقتصادية والاجتماعية بعد الوصول لللقب رقم 32 مع العملاق الأسباني. نروح أخيرا لإيطاليا وصحيفة كوريير ديلي سبورت الإيطالية، تحدثت عن فوز اليوفنتوس على أتلانتا بثنائية والقفز لوصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وكتبت أليجري خلف سباليتي في المركز الثاني ودوري أبطال أوروبا في جيوبه. دي كانت طبعا الصحافة العالمية. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنستقبل نجمنا نجم التحليل العالمي أحمد نجدي، نتكلم معاه في النهاردة زي ما قلت لحضراتكم سريع عن الدوريات الخمسة، موقف كل الأندية إيه، وهنتكلم هنركز كمان على دوري أبطال أوروبا، كل ده مع أحمد نجدي بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية، خلينا نرحب بنجم التحليل العالمي اللي بيشرفنا دايما ويكون متألق طبعا الناقد الرياضي احمد مجدي. مساء الفل عليك يا ابو حميد. مساء الفل يا كابتن، وحشني جدا. حضرتك وحشني جدا بشكل شخصي في الاستوديو في كل الاشكال. انا بفرح دايما مع حضرتك زياده على فرحتي ان انا بقى دايما حبيبي. انت دايما متالق ودايما يعني بتبدع في تحليلاتك على مستوى الكره العالميه، كمان على مستوى الكره المحليه. ربنا يخليك يا كابتن، منورنا يا ابو حميد. تسلم يا كابتن. كالعاده في المحترف لسه مهتمين جدا بملف اللعيبه الاجانب او اللعيبه المصريين اللي بتلعب في بعض الدوريات الاوروبيه، وبنقدم لحضراتكم تقريبا كل اسبوع نموذج ولعيب جديد مصري بيلعب في الدوريات الاوروبيه، يا لعل وعسى يعني يتم الاستفادة به على مستوى المنتخبات. النهاردة الحقيقة فريق الإعداد عندنا لعيب مصري آخر بيلعب في الدوري الإيطالي ولعب لمنتخب إيطاليا تحت 16 سنة. نشوف الانفو ده مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. النموذج الجديد الحقيقة ولازم نهتم بهذه النماذج بيلعب في فيورنتينا الإيطالي، ودايما بتكلم على تجربة ستيفان شعراوي في نفس السن تقريبا، كان بيلعب في أحد الفرق جنوة. جنوة بالظبط، وأحمد طبعا بيصلح لي لأن طبعا من فترة طويلة جدا، وكان لعيب في نفس السن تقريبا، ويمكن أنا سافرت له ورحت واتكلمت معاه، ولكن هو كان يعني لعب مع منتخب إيطاليا تحت 16 وبعدين 18، ودلوقتي طبعا مع مورينيو في روما متألق بشكل كبير جدا. مهم معلش أنا دايما بركز على النقطة دي أحمد، مهم جدا إن احنا نتابع دول من خلال المنتخبات القومية اللي كمان في صدد ان احنا هنعمل منتخبات، اذا كان بنتكلم على 2006 او 2008 لازم نهتم بالجزء ده اكتر كمان ونبذل مجهود اكبر، لان حتى بعض اللعيبة اللي جت للأسف جم حضروا مباراتين او معسكرين، ويعني المدير الفني ما لهوش رؤية مستقبلية ورجعوا بيتألقوا في الدوريات الأوروبية. طبعا يا كابتن لما نتكلم على لاعب متاسس في نادي زي فيورنتينا في الدوريات الخمسه الكبرى ونادي عريق وليه جذور مصريه، وخصوصا في ظل تساهل او مش تساهل يعني سهوله دلوقتي انك تجيب لعيب وفقا للوائح فيفا، الكلام ده ايام ستيفن شعراوي زمان 2012 2013 ما كانش بالسهوله اللي عليها دلوقتي. هو دلوقتي صحيح. كمان سايبك يلعب اندر 16 واندر 18 في كل المراحل السنيه براحتك، بس الماتشات الدوليه كمان يقدر يلعب ماتش او اتنين لو هو اثبت في الاتحاد الدولي انه كان بنيه حجزه مش اكتر، انه المدرب عايز يحجزه او يفوت عليه فرصه المنتخب الثاني، فانت تقدر تستغل ده. احنا لازم نواكب ده لان احنا من البلدان المصدره للمواهب واللي مفرخه الجنسيات كتيره جدا. احنا لما هنتكلم على الدوري الاسباني كمان شويه، احنا عندنا مثلا هيثم حسن دلوقتي بنتكلم 10 ماتشات مع فياريال في الليجا في اول موسم ليه مع فريق فياريال الاول، فليه الفرصه الحقيقيه ليه ما تتاخدش من هنا؟ لو انا بتذكر مثلا عمر مرموش في اول استدعاءاته قيل عنه ساعتها انه مش مقد مستوى المنتخبات وما الى ذلك، هي دي الحاجات اللي لازم لو انت فعلا عندك نيه فعلا لتطوير شباب ممكن تبتدي تشكل فريق موازي اللي شغال دوت وتشتغل عليه برايفت مع يعني احد مساعديك يشتغل برايفت ويشتغل بكل الطرق عشان يديهم يعني منتخب مصر، وهتصفصف من كل 10 مثلا على 3 4 ده تدعيم كويس جدا مش بس للمنتخبات اللي تحت بل للمنتخب الاول. دي الطريقه ده اللي ببص له يا احمد، ان ده هيبقى ماشي هيشارك مع منتخب شباب منتخب، لكن هيبقى عندك نواه للمنتخب الاول بالظبط،
ودايما بنبص، وللاسف يعني مصر كبيره جدا وعندنا للاسف برضو عدد المحترفين اللي بيلعبوا في دوريات قويه مش كتير. بالظبط. يعني مقارنه بتكلم على منتخب السنغال او منتخب المغرب، الجزائر والمغرب كل استدعاء دلوقتي قوي. بالظبط، كل استدعاء دلوقتي للجزائر والمغرب، كل معسكر دولي بيبقى فيه اربع وجوه جديده تماما، مش وجوه جديده يعني شباب صغيرين، لا وجوه جديده اول مره المغاربه يعرفوهم. من بينهم مثلا مين؟ شادي رياض مثلا، مدافع برشلونه، مدافع بيلعب في برشلونه وتم استدعائه لقائمه تشافي مرتين الموسم ده، بقى من تدعيم المنتخب المغربي، يقدر يكون من خطط وليد الركراكي. ده هيحصل ازاي لو ما فيش سكاوتنج فعلا من المراحل اللي تحت؟ هي دي النقطه. احنا الاول عندنا اللي احنا بنعمله، اللي حضرتك بتعمله في البرنامج ده شيء عظيم جدا، بس هو لازم يكون في فريق سكاوتنج واسع على مستوى مصر. خلي بالك السكاوتنج، الناس فاكره ان السكاوتنج ده على مستوى الانديه بس، ده مستوى المنتخبات على أكتر مستوى بكتير. أكتر لأن بكتير، لأن أنت كمان بتتعامل مع مؤسسات كبيرة وبتتعامل مع خلفية حكومية، فمحتاجة دراية مع أمور بيروقراطية شوية، اللي هو ده مصري ولا تونسي ولا فرنسي، طب يحق له إيه وما يحقلوش إيه، وإيه إجراءات حصوله على الجنسية، ونبدأ منين ونتحرك منين، والجدولة بتاعت منتخبه أصعب بكتير من الأندية، بس محتاجة فعلا عين فاحصة وحد متخصص فعلا يجيب المواهب ديت انها تتحجز فعلا لمنتخب مصر من سن مبكر. يعني احنا طبعا هنا في المحترف بنقدم الكلام ده لاتحاد الكره المصري. السكاوتنج مهم جدا، يكون عندك فريق سكاوتنج بيكشف عن المواهب المصريه في العالم كله، بس ما بنتكلمش على اوروبا. هتلاقي وهتدور في قطر على فكره في لعيبه مصريه بمستوى جيد جدا، على مستوى السعوديه في لعيبه مصريين. فتخيل انك بتعمل السكاوتنج وعندك فريق بيكتشف هذه المواهب، وزي ما بيقول احمد بيبدا يدور ده يقدر ده ما يقدرش، ويبقى عندك على الاقل كل معسكر بتجيب لك خمس ست لعيبه نواه للمنتخب الاول او حتى على مستوى المنتخب الاول، اعتقد ده هيفرق معانا جدا. طيب عايزين نبدا بالدوريات الخمس الكبرى، ومفيش افضل من الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي احمد مشتعل بشكل كبير جدا 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 على مستوى الصراع طبعا ما بين المان سيتي والارسنال. شايف لغايه دلوقتي اعتقد ناقص اربع جولات تقريبا، اربعه لمانشستر سيتي وثلاثه الارسنال. شايف الدنيا ماشيه ازاي لمقاعد على مستوى بطولات اوروبا وعلى مستوى طبعا بطل الشامبيون او بطل الدوري الانجليزي؟ يعني انا شايف ان برايتون هو اللي هيحدد لقب الدوري الانجليزي رايح فين. هو برايتون اللي هيحدد الموضوع كله، لان هو عنده ماتش اوي يعني في ملعب ارسنال، وعنده ماتش بيستقبل فيه مانشستر سيتي. وبرايتون هو الفريق الوحيد اعتقد في كل الفرق اللي حاليا هتقابل مانشستر سيتي او ارسنال اللي يقدر فعلا يكسب الاثنين بسهوله، لان هو بغض النظر انه متاخر دلوقتي من ايفرتون في ماتشه، بس برايتون عامل موسم يعني اقل ما يوصف به ان هو خرافي، وخرافيته ناتجه انه يعني خلينا نتكلم بقى مش سكاوتنج بس، مش سكاوتنج يجيب واحد زي ميتوما مثلا يخليه من افضل المواهب في العالم، ولا سولي مارش ولا النجوم دي كلها، ولا ماكاليستر بطل العالم مع ليونيل ميسي في الارجنتين. مش ده بس الفكره. طيب. ان جراهام بوتر اللي بقاله سنتين ثلاثه عامل مشروع اتخطف من الفريق دوت في اول ست سبع جولات، وده المدرب اللي قام عليه مشروع برايتون في السنوات الاخيره. في الوقت ده انت محتاج اداره قويه جدا ومشروع حقيقي عشان تختار المدرب البديل اللي يجي ينقذ موسم فريق ممكن يكون مهدد بالهبوط، لان مدربه راح فريق تاني اكبر منه واتساب تماما. فالاختيار لما وقع على روبرتو ديزيربي فعلا ده اختيار يعني انا بشوفه من افضل الاختيارات. مدرب رائع جدا، ليه سيستم واضح في الكوره، غير فريق برايتون 180 درجه، لعبه باسلوب كوره تاني مختلف تماما. روبرتو ديزيربي بيطبق افكار مختلفه، ملعب برايتون فالمر بقى كابوس على 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 اي خصم. فاعتقد انه برايتون بخلاف ان هو حاطط رجل كويسه متهيألي في الدوري الاوروبي، يعني انا متخيل ان توتنهام هيفقد تنافسيته واحده واحده الفتره اللي جايه، واعتقد ان حد من توتنهام من برايتون او استون فيلا هيتاهل للبطولات الاوروبيه مع ليفربول والخماسي اللي فوق توتنهام، مع ليفربول والرباعي اللي فوق. ليفربول ونقف برضو شويه عن ليفربول، لان لو رجعنا كده شويه اربع خمس اسابيع قلنا خلاص الموضوع منتهي تماما او صعب جدا ليفربول حتى يشارك في احد الدوريات الاوروبيه. دلوقتي ممكن تتكلم على المركز الرابع. شايف ليفربول والعودة بقوة وكمان على مستوى محمد صلاح والأرقام والتاريخية اللي بيحققها على مستوى طبعا ليفربول في الفترة اللي فاتت؟ يعني محمد لو نتكلم عن محمد صلاح، محمد صلاح هو قائد الثورة الأخيرة اللي في ليفربول دي، يعني اللي هي خليته فعلا رجع من بعيد جدا. وأنا بتذكر لما كسبوا مانشستر يونايتد 7-0 تصريحات صلاح كانت قد إيه هادية ومتزنة، مع انه انتصار ممكن يعني يورجن كلوب من اسبوع لما اتسأل الموسم ده انت ما عملتوش فيه حاجة وما خدتوش فيه بطولات قال ازاي وانا كسبان مانشستر يونايتد 7-0. المدرب بتاع ليفربول وصل له الروح دي، محمد صلاح ما كانش عنده الروح دي مع انه كان جايب جونين وعامل ماتش خرافي.
قال احنا محتاجين نكمل دي مجرد 3 نقط واحنا محتاجين نكمل على نفس الريتم. من الوقت ده انا بتخيل ان ليفربول رجع في الموسم، في الوقت ده بدا ليفربول يرجع في الموسم. ولما نتكلم من اخر 9 ماتشات صلاح مسجل فيها او مساهم باي شكل، واخر 9 ماتشات في انفيلد لاول مره في تاريخ اي لاعب في ليفربول بيسجل فيها وبيوصل لهدف رقم 100 في انفيلد، فاحنا بنتكلم فعلا محمد صلاح هو اللي قاد الثوره الاخيره وعادي خلاص رقم الـ كان في رقم برضه هو تقريبا صلاح يعني بالهدف اللي جابه عادل رقم من احد لاعبي ليفربول كان محقق في الهدافين التاريخيين يعني تقريبا هو اللي بعديه تقريبا جيرارد على طول ستيفن جيرارد ممكن. فاللي عمله ليفربول اللي عمله محمد صلاح الفتره اللي فاتت هو فعلا قد ثوره ممتازه جدا لليفربول اهلته دلوقتي على الاقل احنا بنتكلم مينيمم في اوروبا ليج يعني على اقل تقدير في اوروبا ليج ده من حوالي 10 اسابيع ما كانش متاح كان ليفربول في المركز التاسع والعاشر وبنتكلم انه هيبقى في نص الجدول العلوي ولا السفلي. فاللي حصل الفتره اللي فاتت محمد صلاح كان ليه دور كبير جدا فيه. بتخيل ليفربول المركز الرابع لسه بعيد يعني انا وجهه نظري انه لسه بعيد لانه ليفربول لعب ماتشات اكتر من مانشستر يونايتد محتاج ان مانشستر يونايتد يتعثر على الاقل في 3 ماتشات من الاربعه الباقيين او ماتشين من الاربعه الباقيين. ما تخيلش ان مانشستر يونايتد بعد كل الصخب اللي حصل من ساعه لما رونالدو مشي وتنهاك كمل مشروعه هيتخلى عن مقعد في الشامبيونز ليج. ولكن خلينا نقول ان في الوقت الحالي امال ليفربول حيه تماما، الامال حيه بالذات ان مانشستر يونايتد اتغلب امبارح من 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 استون فيلا في الدوري الانجليزي. فانا بتخيل انه الامال حيه ولكن خلينا نقول ان هي بنسبه 20% 80% ان ليفربول يوصل تشامبيونز ليج. ولكن المقعد الاوروبي بالنسبه لي اتحسم تماما، هو غالبا هيلعب بيوروبا ليج وبدرجه اقل في الشامبيونز ليج. مين يلعب معاه؟ انا بتخيل انه برايتون او استون فيلا هيقتنص المقعد بتاع. طب عشان برضو الساده المشاهدين يبقى تابعين معانا ممكن برضو جدول الترتيب عشان نشوف حتى المراكز الموجوده ايه بالترتيب. المنافسه اكيد ما بين الارسنال والمان سيتي، طبعا المنافسه على اللقب ما بين المان سيتي والارسنال، طبعا في فرق نقطه للمان سيتي ولسه الارسنال لعب ماتش اكتر. الارسنال لعب ماتش زياده، لكن على مستوى ليفربول زي ما احنا شايفين 62 نقطه، بتتكلم على المان يونايتد 63 نقطه، نيوكاسل يعني كمان نيوكاسل عامل يعني موسم ولا اروع، ولكن كمان خسر المباراه اللي فاتت امام الارسنال ب 65 نقطه، برايتون كمان 55، توتنهام رايك احمد ان هو بيبعد وكمان جداً. الدنيا متوتره جدا مع راين ماسون مش عارف يحجم اوضه اللبس. هاري كين تصريحاته مؤخرا او وضعيه بقائه في الفريق السنه الجايه برضو مؤهله الدنيا، غير ان في 4 لعيبه فهيفقدوا الاصابه لحد نهايه الموسم. بنتكلم على الانجليزي، بنتكلم على ايريك داير، بنتكلم على هوجو لوريس، بنتكلم على في اسم رابع مهم برضو سيسينون. فاعتقد انه توتنهام هيفقد المركز السادس دوت لحد من برايتون او استون فيلا، ومتخيل ان هو برايتون عشان يتوج موسم خرافي بالنسبه له السنه دي. انت يعني متحمس جدا لبرايتون نتيجه السيزون اللي بيأديه، واستون فيلا كمان قريب جدا من الوصول طبعا لاوروبا ليج. لكن على مستوى كمان القمه ما زال الصراع قائم، كل الناس بتتكلم ان طبعا المان سيتي هو الاقرب بعد طبعا صراع كبير جدا جدا، وكان فترات اعتقد اكثر من 180 يوم كان الارسنال هو متصدر البريمير ليج، لكن عوده المان سيتي وتفوقه دلوقتي بفرق نقطه وكمان ليه مباراه، فاعتقد الامور راح اكثر للسيتي. هعرف رايك يا احمد في الموضوع دوت والصراع القمه، لكن تعالوا مع بعض في كمان فيديو نشوف او انفو هنشوفه على اعلى اجور اللاعبين في اوروبا عامله ازاي ونرجع مع حضرتك. دول اللاعبين الاعلى اجرا في اوروبا، في بعض علامات الاستفهام بالنسبه لك؟ يعني ساديو ماني مثلا بياخد اعلى من صلاح في بايرن ميونخ، في بايرن ميونخ طبعا الاعلى على مستوى الانديه هو البي اس جي، لكن كمان هازارد بياخد رقم كبير جدا رغم عدم مشاركته مع ريال مدريد. في ارقام كده بتبقى يعني ما في حاجات ما بتبقاش محسوبه، يعني جاريث بيل لحد ما مشي مثلا من ريال مدريد كان من اعلى اللاعبين تقاضيا للاجور مع انه ما كانش بيلعب بنسبه كبيره مع ريال مدريد، كذلك هازارد لان ما حدش كان متوقع ان هازارد يمر ال5 سنين يخلصوا بالطريقه دي، يعني اللي من ساعه لما هو جه بديل لرونالدو في 2018 ما حدش كان يتوقع ان المسيره بتاعت هازارد في ريال مدريد تبقى بهذه الكارثيه يعني. والعقد بيفضل عقد في ايا كان، على الاقل عقدك الاولاني بيفضل عقد، فاحنا الانديه بتتورط في صفقات من هذا النوع يعني. بشوف ان موضوع مع محمد صلاح، طبعا محمد صلاح يعني خلينا نتكلم على التجديد اللي فات، محمد صلاح كان طالب 450,000 استرليني في بيرويك، ما توافقش على ده وكانت مفاوضات طويله جدا السنه اللي فاتت لما كان صلاح بيدخل في الفتره الفري في عقده. في الوقت ده
قيل ان ساديو ماني من اهم اسباب رحيله انه ما كانش التفاوض معاه بنفس الجديه اللي بيتم التفاوض فيها مع صلاح او للعيبه تانية بتجدد زي دياز وزي فيرجيل فان دايك. فانا بتخيل انه تمام هو يعني لما ماني قرر يطلع من ليفربول اكيد كان بيطالع العقد، يعني اكيد كان من اهم شروطه ان يعني ازيد عن اللي كنت بتقاضاه في ليفربول. بس انا مش متغني ده هيقعد كتير، يعني السنه الجايه متاكد ان ساديو ماني هنيجي للدوري الالماني، لان ساديو ماني كمان اعتقد هيرجع تاني للدوري الانجليزي، يمكن توابد بقى نيوكاسل بتتكلم على تشيلسي كانوا بيتكلموا. لكن خلينا اخد رايك بقى في القمه الانجليزيه، الدوري الانجليزي تفوق شويه في الاسابيع الاخيره، وما بين قوسين كده يعني جماهير الارسنال بتقول الابريل الاسود بالنسبه لهم، لان كان الكيرف عالي جدا وجي شهر ابريل كان في مستوى متذبذب ونتائج سيئه. يعني أسوأ واحد يبقى وصيف ليك هو مانشستر سيتي وبيب جوارديولا، ده أسوأ واحد يعني تقبل معاه منافسه على مدى دوري لمده طويله، لانه اكيد يعني اقل حد في العالم بيفقد نقاط في التنافسيات اللي من النوع ده. برضو في شهر يناير لما سئل بيب جوارديولا على شكل الصراع في الدوري الانجليزي قال ان احنا ما عندناش اي يعني تمام، انا بتقبل جدا ان ارسنال السنه دي هو اللي هياخد الدوري الانجليزي. كلمه بينت انه في ناس قالوا ده رمى الفوطه بدري، لا ده اللي بيعمله بيب جوارديولا لما بيتحط في الموقف ده، انه بيشيل الضغوط تماما من على لعيبته. العب كورتك، العب الكره اللي انا بقولها لك، بسط الكره قدر الامكان، وهتلاقيني مع هتلاقي نفسك بتوصل للجون. السنه دي بقى لما مانشستر سيتي بيوصل للجون الجديد ان في هالاند، يعني هو الجديد السنه دي ان في حد يجيب له 35 جون في السنه لحد دلوقتي، ولسه الدوري الانجليزي فاضل فيه 4 جولات. هو ده الجديد بقى، يعني ده اللي ما كانش عند مانشستر سيتي اخر 6-7 سنين. احنا بنتكلم في اعلى حصيله كان وصل لها سيرجيو اجويرو، كان وصل ل 26 جون تقريبا او 28 جون في السيزون كله، كان رقم مجنون بالنسبه لجمهور مانشستر سيتي. سيرجيو اجويرو ده اعظم مهاجم في تاريخ النادي. ايرلينج هالاند في سنه واحده عمل كل اللي عمله كل الناس، يعني كل الناس كل رقم عمله اي حد ايرلينج هالاند بيكسره دلوقتي. فاعتقد ان مانشستر سيتي لقى الحته اللي ناقصه، وارسنال ممتاز جدا ان في اول موسم في الليفل ده، الليفل اللي انا حافظ على المراكز الاولى او ابقى في البيك فور، عرفت اوصل لمانشستر سيتي في الحته دي. هل ارسنال لسه ليه امل؟ ارسنال لسه ليه امل كبير، وانا بتخيل الامل ده في برايتون، ان برايتون يتغلب منه ويكسب السيتي او يعني يتسبب في تعثر السيتي. متعاطف مع الارسنال ان هو يعني هو كل الناس بتتكلم التارجت الاولاني هو الوجود في الشامبيونز ليج، وحصل وحققه. هل انت متعاطف جدا مع الارسنال انه هذا الموسم يستحق فعلا الفوز بالبريمير ليج، ام على مستوى الفني على مستوى النتائج على مستوى الاداء بنقول ان المان سيتي يستحق؟ يعني انا الاثنين يستحقوا، بس هو انا بتعاطف مع القصص الشبيهه، قصص اللي هو فريق عرف في يعني بدكه بدلاء اضعف يعني بكتير، وقوام اساسي اضعف بكتير، ومدرب هو في الواقع تلميذ المدرب الثاني اللي هو مدرب مانشستر سيتي، تلميذ المدرب اللي بينافسه، وبفلوس اقل بكتير وبميركاتو اقل بكتير. الجانب الانساني في كره القدم بيقول لنا يعني تعاطف مع التجربه دي، ولكن ده ما يمنعناش انه نتكلم على موسم حقيقي مرعب من بيب جوارديولا برضو، لانه مش سهل جدا انك توصل. انت فرق 7 نقط بتعرف تكسب، فرق 5 نقط بتعرف تكسب، فرق نقطتين بتعرف تكسب. فاعتقد انه الاثنين يستحقوا بس بدرجات متفاوته، ولكن لو حته من قلبي كده رايح لحد فيهم فهي رايحه الارسنال السنه دي عشان القصص تكتمل، يعني بعد قصه نابولي ما تكتمل وقصه برشلونه ان شاء الله ظل المعاناه الاقتصاديه، اعتقد ان قصه ارسنال تستحق ان هي تكمل. ولو كملت بس بمجرد التاهل للشامبيونز ليج بعد غياب طويل اعتقد ان ده مرضي جدا لطموح الجونرز. طيب انا حتى في الانترو على سبيل يعني بنتكلم على الارسنال، رايك ايه في النني؟ النني كمان بيقولوا بعض التقارير قالوا ان هو يمكن يروح بشكتاش التركي الموسم اللي جاي، هو لسه عنده عقد لغايه صيف 24. شايف الدنيا هل افضل للنني فعلا ينتقل للدوري التركي، عايز يلعب ويقدم نفسه بشكل ويبقى عنده، هو عنده تجربه قبل كده مع نفس النادي، تجربه جيده يعني تجربه جيده جدا في نص الموسم قبل اللي فات. انا بشوف النني محتاج دلوقتي الداون جريد، ده اللي بيتقال عليه في المستوى ده، مش عيب في حق اللاعب. صلاح عمل ده لما طلع من تشيلسي، لكن لازم داون جريد، لازم في بعض الاوقات في مسيرتك لازم تاخد الليفل. بس خلي بالك في عامل السن بدا كمان يخش، صح؟ بس يعني هو يعني خلينا اقول لحضرتك انني هو لاعب خط نص ارتكاز، احيانا مركزك في الملعب برضو يا كابتن بيخليك تاخد القرارات احيانا مجبرا، يعني هو لو لعيب راس حربه، لعيب جناح، لعيب مهاجم بشكل ما او صانع العاب، كنت اقول لك احرص قوي 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 على نقطه انا بلعب مع مين وجنب مين، ولكن انني هيتشاف في مركز 6 مش هيطلب منه المهام الرهيبه بالنسبه للمهاجم، ولا هيتقال له انت جبت كام جون وما الى ذلك. فاعتقد ان هو ممكن يلمع في نادي من بين القمه في الدوري التركي اللي هتلاقيه بيلعب برضو عادي جدا، يقدر يلعب شامبيونز ليج ويقدر يلعب يوروبا ليج. فاعتقد ان هو محتاج داون جريد دلوقتي في مستواه النني. طيب ده كان على مستوى البريمير ليج،
نقول مبروك لبرشلونه الدوري الاسباني. اه خلاص يعني احنا انا نفسي نتغلب نفسي نتغلب الماتشات كلها وريال مدريد يتغلب له ماتش كمان واتلتيكو. فيعني قول لي شايف ازاي الدوري عامه الدوري الاسباني وبرشلونه بالرغم عن الازمات الكتيره جدا اللي حصلت له الموسم ده، لكن عامل موسم على مستوى الليجا، عامل مستوى اكتر من رائع، وكمان على تعليقك على ريال مدريد في المسابقه المحليه. يعني برشلونه اللي جد على برشلونه السنه دي يا كابتن انه بقى في ماتشات كتيره جدا بيطلع فيها من غير تسجيل اهداف في مرمى. دي النقطه الحاسمه فعلا اللي ادت الدوري لبرشلونه، وده يعزى فيه حاجات كتير، يعزى فيه خط دفاع كويس جدا دلوقتي بيلعب مع برشلونه حاليا. خط دفاع برشلونه هو اقوى دفاع في اوروبا كلها بالارقام، ما استقبلش غير 12 هدف في الـ في الـ في, الـ في السيزون. ده شيء خرافي يعني، كان ممكن برشلونه يستقبل ده في اول 10 جولات مثلا في الماتشات السابقه. بنتكلم على تالق مش طبيعي من مارك اندريه تير شتيجن، بنتكلم على سيستم حلو جدا في الضغط، شراسه في نص الملعب، كل نص الملعب بقى اعمار صغيره، مش باقي فيهم غير بوسكيتس اللي بيحمى بكل الطرق بديونج وكيسيه وجافي وبيدري، ولو بيلعب سيرجيو روبرتو في النص. فاعتقد انه تشافي عرف يلاقي توليفه فعلا تكمل سيزون للاخر، بس ستيل برشلونه مستوى تاني في اوروبا بالنسبه لي برشلونه لسه ما طلعش للطب، ما يروحش يعني لسه شامبيونز ليج يعمل حاجه، خصوصا ان في تحدي مش قليل الصيف الجاي. الصيف الجاي انا بشوف تحدي بقاء برشلونه من عدمه، يقدر برشلونه يقع الصيف الجاي ويقدر برشلونه يكمل الصيف الجاي، لان عنده مشكله في الميركاتو مع رحيل المدير الرياضي ماتيو أليمانيه، مع عنده مشكله مش قليله بتاعت ازمه نجريرا دي موضوع كبير جدا يعني. ما لا الناس ما تستهنش بالفكره القضائيه ان تبقى نادي مطالب بيك تحقيقات بشكل ما، لان ده ممكن يعيقك. عندك مشاكل مع يويفا تخص مشروع دوري السوبر الاوروبي اللي انت مش عايز تنسحب منه، في مشاكل كتيره تخص الميركاتو والرواتب وقاعده الواحد لواحد وتسجيل عقود جافي واراوخو، كل دي حاجات ملفات محتاجه فعلا ايد حكيمه تمسك الملف ده، لان برشلونه ممكن يعني انا سميتها ان ممكن برشلونه يغرق ومعاه لقب ليجا، فهو غرق بس هو فرحان بلقب الليجا اللي هو خده. فانا بتخيل ان موسم استثنائي، موسم صعب جدا اي مدرب يديره، موسم اكد ان تشافي مدرب كبير فعلا يقدر يقوم بفريق برشلونه في الوقت ده، ولكن الموسم ده مهدد تماما في الصيف الجاي انه يكون ماضي، كل ده هيكون ماضي وغير قابل للتكرار. يعني انت بتتكلم التحدي الاكبر لبرشلونه هيكون على مستوى الصيف يعني على موسم الانتقالات والاستعداد للموسم الجديد. بالظبط. طيب نشوف جدول الترتيب بالنسبه للدوري الاسباني اللي في اعتقادي الشخصي حسم بشكل كبير لصالح طبعا برشلونه، بعد يمكن يعني زي ما حضراتكم شايفين ريال مدريد حتى في المركز الثالث، طبعا اتلتيكو مدريد في المركز الثاني، ريال سوسيداد في المركز الرابع، ريال بيتيس، جيرونا، واتلتيكو بلباو. بالنسبه كمان للريال لازم نتكلم عن الريال، طبعا بقيه الجدول يمكن قادش وبلد الوليد في المركز 15 وال 16، ومراكز طبعا الهبوط كتافي، اسبانيول، واليتشي، وفالنسيا كمان. فالنسيا مفاجاه طبعا، فالنسيا من الفرق العريقه في الدوري الاسباني مهدد بالنزول للمستوى الثاني، من مفاجآت الليجا السنه دي. مفاجآت الحزينه للليجا لانه هو متساوي تماما مع ختافي على بعد 3 نقط مع اسبانيول. احنا بنتكلم خلاص غالبا اليتشي خلاص اليتشي نزل بشكل رسمي. فالنسيا مشكلته مع ادارات كتير ومدربين كتير ولاعيبه كتير جدا مرت على النادي السيزون ده بدون نجاح، بالذات في المستايا في ملعبه، وخسر نقاط كتيره جدا جدا. براخا كان اختيار جيد يعني لإدارة المرحلة من ناحية الروح، بس مش دايما يكون أفضل حد للروح والجرينتا والحاجات دي هو أفضل شيء من الناحية الفنية. أنا متخيل اختيار براخا برضو كان عليه علامة استفهام كبيرة. شخصيا أنا ما بحبش إن الأندية الكلاسيكية في الدوري الإسباني تنزل، أنا يعني فالنسيا بالباو، أتلتيكو مدريد، الأندية اللي ليها باع، حتى إيفرتون في الدوري الإنجليزي برضو بيعاني بشكل كبير. إيفرتون بيعاني، بس أنا بتكلم فالنسيا كان بطل من 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 15 سنة، كان بطل الليجا، فيعني أو يمكن من 15 سنة حوالي 19 سنة كان بطل الليجا، وطول عمره منافس جيد. في أول الألفية دي كان بيلعب نهائي شامبيونز ليج ضد ريال مدريد، فيعني أنا بتخيل الأندية اللي من النوع ده قصتها لازم تفضل يعني. اللي بالنسبة لفوق ريال مدريد واتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد عامل سلسله ممتازه جدا بقياده انطوان جريزمان في الوقت ده، عارف يجي من بعيد جدا لان الموسم كان مرشح انه يكون كارثي، لا يبقى في اوروبا ولا يبقى في اوروبا ليج، فدلوقتي هو بيحجز مقعد مؤكد في الشامبيونز ليج بعد سلسله من يعني ممتازه. وجريزمان فعلا عامل نص موسم تاني هايل جدا من ساعه لما تم حل اشكاليته بشكل تام مع برشلونه وموضوع ال 60 دقيقه.
ريال مدريد خلاص التركيز كله انصب على تحقيق اللقبين الاساسيين كاس ملك اسبانيا وعمل ده والشامبيونز ليج، وهو دايما انا بشوف ريال مدريد من اول دور الثمانيه هو اقرب لاي اقرب من اي حد يروح لعوامل ليها علاقه بكره القدم وعوامل ليس لها علاقه بكره القدم. ما تفكرنيش هنيجي للشامبيونز ليج يعني. بس هو خلاص التركيز كله رايح للشامبيونز ليج، ماتش لو عداه انا بتخيل ان هو يبقى بطل الشامبيونز ليج مؤكد، لانه التجربه الايطاليه انا بتخيل انها هتقف في النهائي، تجربه ميلان او انتر هتقف في النهائي. انشيلوتي خلاص تعتقد ان هو راحل عن ريال مدريد الموسم القادم ام متوقف على حصوله على الشامبيونز؟ بالظبط هي متوقفه على دي، يعني هي متوقفه على الشامبيونز. انا كان في يعني اعتقد بودكاست في البريوديكو او في موفي ستار مش فاكر، وسيله اعلام اسبانيه يعني رسميه، فاتكلموا انه بيريز متضايق جدا من قصه انك تروح تتكلم مع البرازيل وانت في عقدك والمساله فيها عقد، وبعد كده تلوح كذا مره بتصريح وعكسه ان تقول اللعيبه البرازيليين ضحكوا، وبعد كده تقول اللعيبه البرازيليين عارفين انا رايح فين. فانشيلوتي مش في كامل تركيزه، وده انسحب على الليجا ريال مدريد الماتش الاخير في ضد ريال سوسيداد كان كارثي، يعني كلمه كارثي كانت قليله على المستوى ده. والملفت للانتباه ان النادي ده ممكن يعمل ماتش كبير جدا قدام السيتي، هو بنفس الفرقه القليله اللي لعبت قدام ريال سوسيداد، قليله فنيا يعني. بشوف انه انشيلوتي عايز تحدي جديد، بس مش متخيل فكره ان انشيلوتي يدرب منتخب في امريكا اللاتينيه بصراحه، يعني مش عارف قصه السفر والسن والحاجات دي هتبقى معاه شكلها ايه، وان كانت الدنيا دي بقت اسهل بكتير من زمان، بس زي ما يكون تجربه البرازيل دي ادت حته فيها شغف شويه لانشيلوتي ان انا لسه مرغوب فيا. من سنتين بالظبط ما كانش في نادي عايز انشيلوتي في العالم كله لما كان طالع من ايفرتون ومبدلينه بلامبارد، فاعتقد ان هي رجعت له الحته دي ورجعت له انها مش هتتطلب كل الضغط البدني والذهني على مستوى المنتخبات، الشغل على مستوى المنتخبات اقل كتير من منتخب البرازيل تحديدا، يعني ان عندك كل كتيبه النجوم دي في كل حته في العالم. فالحاجه برضو اللي ممكن تحسم مصيره هو موقف ابنه دافيدي انشيلوتي من تجربته اللي جايه. دافيدي انشيلوتي محلل اداء والاختصاص البدني معاه دايما في كل تجاربه، فلو دافيدي انشيلوتي فعلا زي ما بيتقال فكر في تجربه الايفرتون، لو بايفرتون قعد احتمال كبير جدا دافيدي انشيلوتي هو اللي يبقى المدرب بتاعه. الانفصال عن دافيدي اعتقد ممكن يسبب ان انشيلوتي يعتزل في ريال مدريد فيكمل عقده لحد 2024. مين بديله؟ انا بتخيل ريال مدريد يعني يا الفارو اربيلوا مش زيدان، يا الفارو اربيلوا مش زيدان يا تشابي الونسو. لا انا متخيل ان زيدان نفسه محتاج تجربه غير ريال مدريد على مستوى منتخبات يا بي اس جي يا فرنسا، يا يستنى ديشامب يرحل ويمشي ويروح منتخب فرنسا. بس انا متخيل تشابي الونسو رقم واحد واثنين وثلاثه وتحت منه الفارو اربيلوا، وكان في كلام ان ممكن يبقى جهاز ثنائي من بينهم هما الاثنين، بس تشابي الونسو بقى اللي عمله السنه دي مع باير ليفركوزن يخليه فعلا يتكلم على تدريب ريال مدريد بشكل مريح يعني. طيب عايزين نروح لسباليتي من افضل الفرق على مستوى العالم السيزون ده. نابولي بيقدم ملحمه كرويه مفاجاه لجماهيره ومفاجاه للمتابعين السيريا فوزه بعد غياب طويل جدا اعتقد اكتر من 30 سنه 87 فوز نابولي بالسيريا واسباليتي والمنظومه العظيمة اللي عملها في نابولي. يعني أنا بشوف كمان إحنا كنا اتكلمنا أول الموسم دوت في أول ثلاث جولات على نابولي وعلى كفاراتسخيليا لو حضرتك تفتكر بشكل واضح، كفاراتسخيليا وأوسيمين وزيلينسكي وكل اللعيبة اللي تقلت جدا مع سباليتي. سباليتي ما بدأش مشروعه السنة دي، سباليتي بدأ مشروعه في 2021، ومن الحاجات اللي تحسب لسباليتي إن التجربة دي نفسيا مختلفة خالص، عنيد جدا في كل تجارب، كل تجارب سباليتي كان دايما بيتحط فيها في صراع سواء مع توتي دخل دون اي داعي مع صلاح في اخر فترته مع روما وقعد يتكلم عنه بانتقادات على الهوا عشان الفرص اللي بيضيعها. بنتكلم انه التشكيله بقى فيها عمق، بنتكلم على لعيب زي ندومبلي، بنتكلم على لعيب زي الماس، بنتكلم على لعيبه كتيره اضافت جدا للنادي، بس اللي كان مرعب هو اوسيمين. اوسيمين وكفاراتسخيليا يعني فكره الترقي من ليفل لليفل بالتاني بالسرعه دي خالص. بالسرعه دي ده يقول لك اولا ان في شخصيه كويسه عند الاثنين، وثانيا ان في مدرب فعلا عرف يخلق دوافع كبيره جدا وعرف يشتغل عليهم في الملعب. المفاجاه اكتر بالنسبه لي ان نابولي خد الدوري، احنا بنتكلم ان نابولي واخد الدوري تقريبا من 6-7 جولات، بنتكلم يعني انه الموضوع ده شبه محسوم، بالذات لما يوفنتوس فقد ال 15 نقطه وفقد غيره من نقاط، فلما بيبعد يوفنتوس عنك في الدوري الايطالي انت بتبقى متاكد ان الدنيا تمام، يعني بتبقى متاكد ان اشرس خصم عليك بعيد عنك فده تمام. نابولي السنه الجايه انا بستني هيعمل ايه في اوروبا، فكره الحفاظ على الفريق ده
بشكل ما وتدعيمه او انه يستغله ماديا؟ هي دي، هو ده السؤال المطروح في الميركاتو. هل هيقبل عرض كبير في كفاراتسخيليا، خصوصا ان في باريس سان جيرمان وفي ريال مدريد، بالذات باريس سان جيرمان؟ انا بتخيل لما يمشي ميسي او يمشي نيمار او يمشي حد من الثلاث اضلاع اللي كلهم مهددين بالمشيان، مفيش اسم في العالم دلوقتي يقدر يسد مكانهم غير كفاراتسخيليا دلوقتي في الوقت الحالي، او اوسيمين. كلها لعيبه في نابولي تقدر تمول مشروع اكبر لنابولي. المشروع ده هيبقى مع سباليتي ولا لا؟ ده السؤال. المشروع دوت هيتضمن بيع لعيبه اخرى من خط النص؟ ده السؤال. كل دي اسئله، ولكن الاساس ان عظمه نابولي هي اللي خلقت كل الاسئله ديت في دماغنا قبل الميركاتو الجاي. على مستوى اليوفي في المركز الثاني، بيتكلم كمان على مستوى بطل الدوري الموسم القادم اي سي ميلان، يبتعد كثيرا عن المنافسه ولكن يبقى اماله في الشامبيونز ليج، في الشامبيونز ليج كمان. الانتر شايف يعني احنا راح نربطها بالدوري الايطالي وكمان على مستوى الشامبيونز ليج، لان هم طرفي اللقاء في نصف نهائي الشامبيونز ليج. مين الاقرب حتى على مستوى السيريا للوصول للشامبيونز ليج والنهائي او الوصول في الجدول الترتيب بالنسبه للكالتشيو الايطالي؟ يعني احنا بنتكلم فرق نقطه تقريبا بين ميلان بالزبط. وانتر، وبنتكلم على مواجهه هي فعلا اللي خدت يعني خدت قوتهم فعلا في السيريا الفتره دي، وهو ان كل واحد فيهم تحس ان الاثنين مخضوضين من مكانهم دلوقتي في الشامبيونز. احنا في نص عمالين يوصلوا درجات لحد ما بقينا في نص النهائي وهنلعب بعض، وبعد لعبنا نابولي حد فينا طلع نابولي اللي هو الميلان. فاعتقد انه لا يعني كتير قوي ان يبقى في سيريا وواحد منكم في النهائي، يعني كتير تمام. المشروع الايطالي حلو زي الفل، بس كده يعني اخر اللي ممكن يتحقق دلوقتي. لسه الفرقتين عايزين تدعيم كبير. شايف اكتر ان الاجهز واللي فعلا عنده شغف اكتر وحماس اكتر انه يكمل حته في الشامبيونز هو ميلان. ميلان فعلا اللي عنده، بس انا يعني فكره انا نابولي يوفنتوس لاتسيو، انا متاكد ان الثلاثه دول ما حدش فيهم هيغادر، يعني ما حدش فيهم هيسيب شامبيونز ليج. خلاص خلاص نابولي تمام 100%، يوفنتوس لاتسيو ما حدش فيهم هيسيب شامبيونز ليج. ففي اكيد واحد من ميلان او انتر اللي هو عنده دوافع اكتر انه ياخد الشامبيونز عشان على الاقل يوصل شامبيونز السنه الجايه. كمان كان بس بعد شويه، بعد شويه لما اتغلب من ميلان الجوله اللي فاتت. صحيح. ثيو هرنانديز جاب جون عالمي، يعني انا بدعو الناس تدخل تشوفه، القطع مسافات طويله بالكوره. بيقطع مسافات طويله جدا بالكوره، باك ليفت عالمي الصراحه ثيو هرنانديز. من الخسارات اللي خسرها ريال مدريد لانه حاليا بيدور على باك شمال. صحيح. في المستوى ده من الناحيه الهجوميه، لما مارسيلو مشي فعلا ريال مدريد فقد المركز ده، وكان فيرلان مندي اختيار دفاعي كويس بس مش اختيار هجومي كويس بالنسبه للفريق ريال مدريد. ولكن نرجع تاني لايطاليا، ميلان عنده شغف اكتر انه يروح لحته ابعد في الشامبيونز. ميلان لما هيوصل نهائي شامبيونز ليج، انا بتخيل تاريخ كبير جدا لو بيلعب ريال مدريد مثلا او بيلعب مانشستر سيتي، تاريخ كبير جدا هيبقى بيدفع اي سي ميلان صاحب السبع القاب، اللي عايز يرجع لاول لقب من سنه 2003 من 2007 دلوقتي من 2007 من ساعه النسخه بتاعه فيليبو انزاجي وكاكا وبيرلو، النسخه العظيمه دي من اي سي ميلان. كل دي حاجات ليها تقل في الشامبيونز، كل الحاجات دي بتدي طبعاً. ريال مدريد خد شامبيونز كتير جدا بسبب ده، والحاجات دي ما ينفعش نستثنيها من الشامبيونز. تاريخك في حاجات من دي ما ناخدهاش للدوريات احيانا، الدوريات لان في نفس طويل وفي مشوار ممكن تفقد فيه نقاط، ولكن الشامبيونز غير. الشامبيونز دايما ما ننفعش نغفل ابدا العمل ده. شفنا دوت ريال مدريد النسخه اللي فاتت من الشامبيونز ليج، شخصيه البطل والخبرات الكتيره اللي بياخدها على مشوار طويل جدا. صح. وكمان دلوقتي بتتكلم على شغف الميلان، غيابه فتره طويله عن نهائي الشامبيونز ليج. طيب الدوري الايطالي حسم، بنتكلم على اليوفنتوس موجود، وبنتكلم على طبعا الميلان وانتر موجودين كده كده في الدوريات الاوروبيه. خلينا نتكلم على الدوري الالماني كمان، دوري مشتعل لغايه دلوقتي. البايرن في الصداره ولكن فرق نقطه واحده عن دورتموند، والصراع شرس جدا جدا. يا ريت كمان تطلعوا لنا الجدول الترتيب بالنسبه لغايه دلوقتي للدوري الالماني، لان ما زال الصراع قائم ما بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند. في لايبسك في المركز الثالث، يونيون برلين مفاجاه الموسم الحقيقه، بيقدم مستويات اكثر من رائعه وكان متصدر الدوري في فتره من الفترات. فرايبورغ في المركز الخامس، باير ليفركوزن كمان اداء ولا اروع، موسم كبير جدا. فولسبورغ في المركز السابع، وماينز في المركز الثامن. فرانكفورت النادي اللي طبعا هيكون الواجهه الجديده لعمر مرموش الموسم القادم في المركز التاسع، جلادباخ في العاشر، كولون 11، فيردا بريمن في المركز ال 12، اوكسبورغ 13، هوفنهايم 14، شالكا المركز ال 15، وشتوتغارت في المركز ال 16، وبوخم وهيرتا برلين في المركز قبل الأخير والأخير.
احمد، الصراع ما زال قائم. البايرن السنه دي مش هو البايرن بتاع البوندس ليجا، مشاكل على مستوى الاداره، على مستوى المدربين، على مستوى اللاعبين. هل ده كلها اسباب قد تؤدي خساره اللقب السنه دي؟ اسباب قد تؤدي طبعا لخساره اللقب، ولكن انا ما شفتش منافس اسهل من دورتموند الصراحه في الوقت ده. ان بايرن جاي لك يعني في أسوأ شيء ممكن يحصل في اخر 10 سنين، هو الحاله اللي دخل فيها بايرن ميونخ من قبل ماتش السيتي، الحاله اللي دخلها من تغيير المدرب ومن قرار غريب. انا قرار ناجلسمان ده من اغرب القرارات اللي شفتها يمكن في حياتي من ساعه لما بدات اتابع كوره، انك تشيل مدرب ناجح جدا في الوقت ده، مفيش ارقام يعني، اتغلب من ماينز وبيقدمش مردود، فانت تقوم شايله خالص وتلعب قدام السيتي بمدرب لسه جاي جديد على الفرقه، مدرب من النوع الصدامي، تخل من مساوئه ومحاسنه انه كده، انه شارب جدا في كل حاجه، في طبعه، في كل حاجه، في طريقه ادائه. بس لان نفسنا بنشوف حاجات ما كانتش بتتشاف في بايرن قبل كده، انه بيزعق للتدريبات وده بيتصور، بيزعق للعيبه في التدريبات وبيكسر رايت الكورنر ومن الغضب، وده بيتصور قدام الناس كلها. بتحصل مشكله ساديو ماني اللي بتهالي اكلت الفريق. هتكلم على ساديو ماني، بس خلينا هنا من خلال المحترف الحقيقه عايز اقول لحضراتكم كلمه مهمه جدا. زي ما النادي الاهلي بنتكلم على مستوى البطولات، على مستوى الفرق، على مستوى السوبر والكاسات والدروع، لكن كمان مجلس إدارة النادي الأهلي على مستوى الإنشاءات، على مستوى الخدمات للجمعية العمومية. هنوري لحضراتكم كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب بيعلن في الإعلان الرسمي لافتتاح الصرح الجديد للنادي الأهلي في التجمع الخامس. نشوفه مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. النادي الأهلي كيان كبير جدا 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 جدا. الأهلي بيجي دايما في المقدمة، ودايما الاهلي رقم واحد باذن الله. كلنا مع بعض هنبني الاهلي سوا، وهنحافظ على الكيان العظيم ده اللي مقصود دايما منه اللي يكون في المقدمه، لان ده قدره ودي طريقته اللي مش ممكن يحيد عنها ابدا. طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا في نعمه كبيره جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال، ويفضل للنادي الاهلي باذن الله في المكانه اللي تليق بيه، بتاريخه، بقيمته، بجماهيره، باعضائه. النادي الاهلي فعلا قيمه تاريخيه، قيمه رياضيه، قيمه وطنيه. القيمه التاريخيه من 1907 وتاريخ النادي الاهلي يشهد على كل السنوات الكتير اللي عدت في تاريخ النادي الاهلي، 116 سنه لغايه النهارده يعني. القيمه الرياضيه واضحه الحمد لله رب العالمين، في انجازاته، في بطولاته، في كل المحافل الرياضيه اللي بيشترك فيها، في كل الالعاب. النادي الاهلي ليه دور كبير جدا في تحقيق الكثير منها من انجازات وبطولات كبيره الحمد لله رب العالمين. القيمه الوطنيه بقى، اساس النادي الاهلي وتاريخ انشائه هو اساسه وطني. اساس النادي الاهلي النهارده مش بس النادي الاهلي ليه دور في المحافل الرياضيه وفي الرياضه، لا، النادي الاهلي ليه دور مع بلده، ليه دور مع وطنه، مع شعبه. ان النادي الاهلي بتاريخه، بانجازاته ديت، لازم ان يكون ليه دور في زياده المساحه الرياضيه من البناء. النادي الاهلي كمان ليه دور في جوانب تنمويه كتير جدا لازم النادي الاهلي يكون ليه دور فيها ويقوم بيها. بيساهم في الاعمار والبناء، كمان بيخلق فرص عمل الحمد لله كتيره من خلال المنشآت الرياضيه كتير النادي الاهلي بيقوم بيها الحمد لله رب العالمين. فرع التجمع منشأه رياضيه ان شاء الله باذن واحد احد هتسعد كل اهلاوي وكل محب لهذا النادي العظيم. مساحه النادي 50 فدان، التكلفه عدت المليار و500 مليون جنيه كثمن ارض ومباني. المرحله الاولى اللي الحمد لله اكتملت بالكامل تمثل اكثر من 80% من مساحه النادي،
ويتعامل النادي كله بالشكل اللي حقيقة يليق بالنادي الأهلي بقيمته بتاريخه بأعضائه وجماهيره، أعتقد الناس كلها تسعى بيه بإذن واحد أحد إن شاء الله. كمان حابب أشكر كل مؤسسات الدولة الوطنية وقياداتها لأنهم فعلا بيقوموا بالمساندة والمساعدة في كل الكيانات الناجحة في مصر، سواء كانت كيانات رياضية أو غير رياضية. فرع التجمع هو الفرع الرابع في القاهرة الكبرى، فرع التجمع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. النادي الأهلي على مدار تاريخه يعني جيل بيسلم جيل، ومش ده الفرع الأخير بإذن الله، إن شاء الله يكون هناك فروع أخرى سواء داخل القاهرة الكبرى أو خلال محافظات بلدنا الحبيبة مصر. دلوقتي أنا يمكن باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في النادي بنعلن موعد الافتتاح الرسمي لفرع التجمع الخميس 1/6/2023 بإذن الله وعلى بركة الله. النادي الأهلي بمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين لهذا النادي هيفضل بإذن الله أعظم نادي في الكون. النادي الأهلي تاريخ، مبادئ، تطوير. حاجة تدعو إلى الفخر. ألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي والجمعية العمومية، ألف شكر للمجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة زي ما بيهتم بالألعاب الجماعية والفردية، والحمد لله يعني بنكسب تقريبا كل البطولات، كمان مهتم جدا زي ما الكابتن محمود الخطيب قال بالجمعية العمومية، ومش الجمعية العمومية بس، الدور العظيم اللي بيقوم به مؤسسة النادي الأهلي. مش النادي الأهلي، مؤسسة كبيرة جدا على مستوى الخدمة المجتمعية، وده مهم جدا. هذه المنشآت الكثيرة، هذه الصروح الكبيرة للنادي الأهلي كمان خدمات للجمعية العمومية مفيش أي شك فيها ومحبي النادي الأهلي، لكن كمان خلق فرص عمل لناس كتيرة جدا جدا يمكن بتعاني من عدم العمل. النادي الأهلي بيفتح الصرح الرابع لي على مستوى القاهرة الكبرى، وزي كابتن محمود الخطيب مش ده إن شاء الله آخر فرع للنادي الأهلي. الحقيقة الصور اللي جات لنا واللي شفتوها من خلال كلمة الكابتن محمود الخطيب تدعو إلى الفخر، يعني 80% من المنشآت اكتملت. الصور اللي قدام حضراتكم دي كمان صور حية لدلوقتي وقبل كمان الإنشاءات، النادي كان إيه وأصبح إيه. الحقيقة يا أحمد حاجة يعني تدعو للفخر بشكل كبير جدا، وزي ما الكابتن محمود الخطيب قال دور مجتمعي مهم جدا. النادي الأهلي نادي رياضي، ولكن نادي رياضي اجتماعي بيخدم بلده بشكل وبيرفع راس بلده كمان في المحافل الدولية بشكل كبير جدا. ده بيجي في يعني في وقت الانجاز فيه على المستوى الانشائي حاجة مش, يعني. مش 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 سهل عموما. صحيح. والحاجه اللي تدعو للفخر اكتر ويمكن تخص مجالنا اكتر، الانتاج الاعلامي اللي احنا شفناه دلوقتي واللي بيصدر عنه اي مشروع للنادي الاهلي، انا بشوف ان ده بقى فعلا انتاج يجعلك فخور فعلا. كلمه الكابتن محمود الخطيب ما فيهاش تكلف، فيها 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 يعني خير الكلام ما قل ودل زي ما بيتقال، كعاده الكابتن محمود الخطيب. الاهلي حاليا بيمر بمرحله رياضيه مشرفه جدا في كل الالعاب، بيوصل لكل البطولات العالميه. حاليا الاهلي اسمه عالمي، وارداته عالميه، وده كلام ما فيهوش اي تجميل، ده كلام لو فتحت ورقه وقلم كده هتعرف تعده وتحسبه وتشوف ارقام وتشوف العالم بيتكلم عنه بمنتهى السهوله من غير اي مواربات. لو كانت فترة الكابتن محمود الخطيب بدأ بتحديات كبيرة جدا جدا. صحيح. جدا على كل المستويات، فدلوقتي الجمهور بتاع النادي الأهلي ومجلس الإدارة بتاع النادي الأهلي وكل المحبين بتوع النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي السابقين والحاليين بيجنوا ثمار فترة صبر مش قليلة، كان فيها تحديات أنا بتخيل إنها غير مسبوقة، سواء من ناس بتحاول تنال من إنجازاتك أو ناس بتحاول إن هي تهد في شعبيتك أو ناس إن هي بتحاول يعني تجبر جمهورك على اتخاذ سلوكيات وردود افعال جمهورك نفسه ممكن ما يكونش كان بينسق لها قبل كده. ولكن المؤكد
ان التجربه مهما كان في ناس متفقه معاها ومهما ناس مختلفه معايا، تجربه تتم باخلاص طبعا. التجربه الحاليه تتم باخلاص شديد، والناس اللي بتشتغل دلوقتي من اجل الاهلي بتشتغل من اجل الاهلي فقط مش من اجل انفسها، وده واضح ولا يخطئه ذو عين زي ما بيتقال. انا بتفق يعني معاك تماما يا احمد، لان ما يقوم به مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه شيء كبير جدا جدا، في كمان زي ما بنقول سواء على المحافل الرياضيه ولكن كمان على مستوى المجتمع اللي بيقوم به النادي الاهلي، الحقيقه شيء اكتر من رائع. 4 صروح دلوقتي بعد الجزيره وبعد مدينه نصر والشيخ زايد، صرح جديد مبروك لكل الاهلاويه. الخميس 1/6 الافتتاح، الصرح الكبير العظيم اللي حضراتكم شفتوه، يعني نادي يعني يشرف، منشآت رائعه، يعني ملاعب على اعلى مستوى، خدمات على اعلى مستوى، اماكن للجمعيه العموميه واعضاء النادي على اعلى مستوى. الحقيقه مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك للجمعيه العموميه، وكمان مبروك لمصر بلدنا. النقطه اللي اتكلم عليها الكابتن محمود الخطيب كمان ويعني داس عليها، طبعا الشيء اللي لازم كل الانديه يعني تمشي ورا النادي الاهلي فيه، انك كمان بتبني مؤسسات وبتبني حاجه لبلدك وبتكون مشرف بتشرف بلدك في كل المحافل، وان البيهيفير بتاعك وادائك يكون على مستوى اسم مصر الكبير اللي يمكن بنمر بازمات ولكن تبقى مصر دايما ان شاء الله في امن وامان. فدي رساله كمان مهمه جدا ارسلها الكابتن محمود الخطيب، ان احنا بنشتغل كمؤسسه وطنيه من الطراز الاول. طيب يلا نرجع بينا نتكلم على الدوري الالماني، وكنا بنتكلم على المنافسه الشديده ما بين دورتموند وبايرن ميونخ. زي ما كنت قلت لحضرتك قبل التقرير المشرف بتاع النادي الاهلي، دورتموند افقد نفسه حظوظه بشكل غير مسبوق، وادى بايرن فرصه ان هو ينقذ تاريخه. انا بشوف ان السنه دي سنه لانقاذ تاريخ بايرن ميونخ، لانه فعلا لو خد الدوري السنه دي هيبقى مشي في تراتبيه لسه شغاله في أسوأ مواسمه، فيعرف ياخد نفسه، الدنيا ما تبصش اكتر من كده. ولكن لو فقد الدوري السنه دي هيمر برضه بصيف ساخن جدا، توخيل ممكن يعمل يعني بالوضعيه المتوتره دي احنا ممكن نشوف مجزره في الفرقه في الميركاتو اللي جاي. تتكلم في لعيبه كبيره هتمشي، ولعيبه كبيره عندها مشاكل واضحه مع توخيل، لعيبه كبيره كان عندها مشاكل ان توخيل يجي اصلا كمدرب، في لعيبه كانت بدات تعتاد على ناجلسمان، خساره الشامبيونز ليج بالطريقه المهينه دي قدام مانشستر سيتي. فبايرن من اجل انقاذ تاريخه، مشكله ساديو ماني جت انا بشوف ان هي فجرت الفريق ذاتيا، يعني اكتر لعيب بيتقاضى رواتب بيتخانق مع واحد من اللعيبه الالمان الكلاسيكيين الفتره اللي فاتت، بتوصل للضرب، بتوصل للدماء في ومشكله عملت الناحيتين، مشكله ظهرت للعالم في الملعب وخدت نفسها بره الملعب وراحت اوضه اللبس وطلعت بعد اوضه اللبس، فمشكله يعني قعدت 3 ايام. صحيح خدت جانب عنصري في الموضوع لما سانيه تطرق لماني بالفاظ عنصريه، لما بدا ان بايرن ميونخ ماشي في صف سانيه نفسه طلع ضرب كرسي في الكلوب تماما وقال مفيش مشكله وده بيحصل. فالوضعيه المتوتره دي كمان وضعيه غير معتاده في فريق كبير زي البايرن دايما البايرن ديسيبلين 100%، اوضه اللبس محكمه بشكل كبير جدا. يمكن انا في رايي الوحيد ان ناجلزمان رحيله يعني كان في وقت صعب جدا، وكمان الاستعجال على توخيل اللي هم كانوا ما بين نارين، هل توخيل هنفقده في نهايه الموسم؟ ناجلزمان مع انه كان ماشي كويس جدا جدا، ولكن خلينا نشوف نهايه الموسم مع الباين رايح فين. سريعا نشوف ترتيب الدوري الفرنسي كمان علشان نشوف الدوري الفرنسي رايح لفين، هل بي اس جي حسم الموضوع ام لسه في لانس كمان عنده بعض الامال؟ باريس سان جيرمان طبعا في المركز الاول بفارق 6 نقاط عن لانس، مارسيليا كمان في الصوره مش بعيد في المركز الثالث ب70 نقطة، موناكو، ليل، رين، ليون، ونيس في المراكز من 3 ل7، المركز التاسع لوريان، استاد ريميز، كليرمونفون، مونبلييه، تولوز، ستراسبورغ، استاد بريست واوكزير. في المركز ال16 نانت أجاكسيو وتروا في المركز ال19 وإنجي في المركز ال20. أحمد، باريس سان جيرمان بعد المشكلة بتاعت ميسي وغيابه عن التدريبات وقال خلاص ميسي توقف لمدة 2 أسبوع من التدريبات والمباريات، القلق اللي موجود دايما في أوضة اللبس بالنسبة للبي اس جي هل يكون ليه تأثير كمان على خسارته للتايتل السنة دي؟ لا لا ما اعتقدش، هو امبارح بالفوز على لوريان يعني اعتقد انه خلص كل حاجة، يعني كان الوضع متوتر قوي
في ماتش لوريا ده لان مشكله ميسي كانت لسه فريش يعني. فلما ميسي الفيديو اللي هدى بيه الدنيا ده وللاسف الاحترافي بالنسبه لي اللي ده اعتذار احترافي بكل الطرق، محتاجش ان هو يصدر المشكله للنادي في وقت، لا هو مخطئ ومحدش قال غير طبعا. ان ميسي مخطئ تماما. الرحله ما كانتش ينفع تتلغي، قال ملابساتها، قال انه غلطان، قال انه بيستعد لاي عقوبه موقعه لمن النادي. ده سلوك مثالي يمكن هدى الدنيا شويه، ولكن ما فيش مشكله جوه باريس سان جيرمان بتهدى، هو المشكله بدات خلاص. في مبابي ده ملف مليان مشاكل، نيمار ده ملف مليان مشاكل، اللي جد في موضوع ميسي ان في مظاهرات نزلت الشارع، مظاهرات رايحه بيته ومظاهرات رايحه لنيمار. فاعتقد ان السنه الجايه في اثنين من الثلاثه دول اكيد ماشيين، بس باريس سان جيرمان مش هيفقد اللقب. الثلاثه اللي تحت اعتقد نزلوا تقريبا يعني اجاكسيو تروا وانجي، اعتقد ولا واحد فيهم عنده امل. نانت يعني في المركز 17 قبل الثلاثه المهددين بالهبوط. مصطفى محمد هيبقى يعني هيبقى غالبا. مصطفى محمد متهيألي فنش الموسم، لو جاب جونين كمان وفنش الموسم على 10 اهداف هيبقى موسم جيد جدا في الليفل ده بتاع مصطفى محمد، يقدر يتحرك منه السنه الجايه لفريق خارج الليج. احمد كالعاده يعني متالق وبتنورنا دايما، بنشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا كابتن، بفرح دايما انا معاك. دي كانت نهايه حلقتنا، هسيب حضراتكم مع تقرير مباراه مهمه جدا جدا بكره في نصف نهائي دوري الابطال ما بين ريال مدريد والمان سيتي. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير واشوف حضراتكم ان شاء الله الاثنين اللي جاي، ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف.